reports we're getting from Saudi Arabia. Time to cause maximum damage. The suicide bomber detonated his explosion. صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأن الجهات الأمنية تمت في سيارة في مواقف السيارات المجاورة تماما. في يحبي محافظة طيفة قام أحد الأشخاص بإصابة عدد من المصلين. نحمد الله سبحانه وتعالى ما تحقق من قدرة رجال الأمن على إحباط مثل هذا العمل. لن الدولة تأخذ بالله على المتحدث. دولة ستبقى دولة وستضبط الأمن مع من يخالف من كان من كان ستضبط الأمن. سمعنا بالأخبار اللي التفجيرات اللي حدثت صراحة شيء مؤسف يعني للأمانة شيء مؤسف شيء محزن يعني الواحد ما يتمنى هالأشياء تصير في السعودية. أنا ما كنت أشوف إن لما كنت في السعودية أخوي السعودي ولا أخوي السني بعيد عني لا كنت كل الناس بالنسبة لي أخوان كلنا وطن واحد يعني كلنا بنمثل السعودية المملكة العربية السعودية. ما بديت أحتك بطائفة غير السنة غير لما جيت هنا في المدينة المنورة. عندنا يعني طوائف سنة وشيعة وجيراننا وحبايبنا وأصحابنا. كان في ناس كثير تربط أو مستخدمة موضوع الإسلام وداعش والإرهاب بالذات مع التفجيرات الأخيرة اللي صارت في السعودية وفي في في أماكن من أقدس أماكن الأرض يعني في صح. مساجد وبين ناس أبرياء صح. كيف كان تأثير هالموضوع عليكم؟ والله هي ببداية أصلاً فكرة داعش نفسها تعكس سلبية علينا إحنا المتضررين منها المبتعثين المسلمين أو غير المبتعثين اللي عايشين هنا المسلمين لأنه يعكسون صورة سيئة جداً خاطئة جداً على الإسلام إنه إحنا لازم نقتل هذا ونقطع رأس هذا ونرجع السبي وما سبي وبيع الناس هو يعني أشياء يعني بعيدة جداً عن الإسلام. كذا مرة يسألني واحد من الطلاب خصوصاً المسلمين الطلاب الباكستانيين في الجامعة يسألون فنقول لهم يعني وجهة نظرنا من الموضوع وليه حنا كذا وجهة نظرنا من وجهة نظر حكومتنا يعني.